رئيس الوزراء يتابع دور المستشفيات الجامعية في إنهاء قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية. خلال جلسة لمجلس الأمن، فرنسا تدعو لإجراء انتخابات في ليبيا ديسمبر المقبل لإخراج البلاد من الوضع الراهن. محتجون عراقيون يواصلون إغلاق ميناء أم قصر للبضائع قرب البصرة غداة مظاهرات خلفت قتيل وخمسة جرحى. الثانية عشرة ظهرا في القاهرة، العاشرة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة، أهلا بكم. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 74 لسنة 2018 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية مساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، كما وافق على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو بشأن باستخدام المياه الجوفية. يأتي الاتفاق في إطار مشروع تنفذه منظمة الفاو مع حكومات مصر والأردن والمغرب بدعم فني من الفاو بقيمة 276 ألف دولار أمريكي. استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي دور المستشفيات الجامعية في إنهاء قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية بالدولة في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية. وأكد مدبولي حرص الدولة على الانتهاء من هذا الملف بما يضمن القضاء تماما على قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية، وذلك في إطار خطتها للنهوض بقطاع الصحة. من جانبه أوضح وزير التعليم العالي الدور الإيجابي لأعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات الجامعية في القضاء على قوائم الانتظار من خلال تدريب الأطباء ومناظرة الحالات وإجراء العمليات الجراحية. بحث الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي ولواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التنسيق بين الوزارات الثلاث لتطبيق منظومة متكاملة للقضاء على مشكلة المخلفات. وأكد العصار أن شركات ووحدات الإنتاج الحربي تقوم بتصنيع معدات وخطوط لتدوير المخلفات محليا بتصميمات تتميز بالبساطة والسهولة في الاستخدام وتقليل الاستيراد من الخارج بما يسهم في توفير العملة الصعبة. من جانبه أشار شعراوي للقدرات التصنيعية الكبيرة لشركات ووحدات الإنتاج الحربي ستساعد على تنفيذ المنظومة بكل دقة. ومن جانبها أكدت وزيرة البيئة أن الوزارة أعدت خريطة واضحة ولديها معلومات كاملة عن مشكلة جمع المخلفات على مستوى الجمهورية بما سيسهم في نجاح المنظومة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مجلس الوزراء مراسل النيل أحمد أبو الحسن. أحمد، كيف تتابع اجتماع مجلس الوزراء اليوم وأهم ما تم مناقشته؟ يعني بعد التحية، بالفعل هناك ملفات عدة اليوم على يعني في على طاولة اجتماع المجلس اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. هناك العديد من الملفات واللقاءات في ضوء تنفيذ تكليفات السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنهاء قوائم الانتظار لمرضى العمليات الجراحية. تابع الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي دور المستشفيات الجامعية في إنهاء قوائم الانتظار. خلال هذا الاجتماع أوضح السيد الوزير الدور الإيجابي لأعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات الجامعية، وأكد أيضا على أنه تم الانتهاء من إجراء التدخلات المطلوبة لعدد أكثر من 5500 حالة من حالات قوائم الانتظار خلال الفترة من 5 يوليو 2018 حتى 2 سبتمبر الجاري.
لفت ايضا الوزير الى انه من يعني في اطار دور المستشفيات الجامعيه في مواجهه فيروس سي، فقد تم اجراء مسح لفيروس سي على الطلاب المستجدين ضمن اجراءات الكشف الطبي، حيث بلغ اجمالي الطلاب الذين تم اجراء مسح لهم نحو ما يقرب من اكثر من 80 الف طالب عام 2016 واكثر من 166 الف طالب عام 2017-18. هناك ايضا العديد من الملفات واللقاءات اليوم بمطار مجلس الوزراء، سوف نوليكم بنتائجها عقب انتهاء هذه الملفات. نعم، مراسل النيل احمد ابو الحسن، شكرا جزيلا لك. بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة 102 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري برئاسة العراق ومشاركة وزراء الاقتصاد والمالية والتجارة العرب ومن يمثلونهم، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط. يناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية من خلال العمل على إزالة العراقيل التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وضرورة العمل على رفع حجم التجارة العربية البيئية، كما يتضمن جدول أعمال المشاريع مشاريع القرارات التي تم رفعها إلى الدورة الوزارية للمجلس للنظر في اعتمادها. شددت فرنسا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ديسمبر المقبل تنفيذا للاتفاق الذي سبق التوصل إليه في باريس مايو الماضي. وأشار السفير الفرنسي إلى أن التحول الديمقراطي في ليبيا والمتمثل في اعتماد أساس دستوري وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية أمر ضروري للخروج من حالة الجمود الحالية والتي لن تؤدي إلا إلى انعدام الاستقرار. قال مسؤولون ليبيون إن مطار معيتيقا في العاصمة طرابلس سيتم فتحه في غضون يومين بعد إغلاقه بسبب الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها المدينة. كانت جماعات مسلحة قد تبادلت إطلاق النار جنوب طرابلس، وذلك بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا برعاية أممية. عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الميليشيات والجماعات المسلحة المتناحرة في العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالجهود التي قام بها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة والتي أفضت إلى الاتفاق. السلطات الليبية أعلنت عن تعليق الحركة الجوية في مطار معيتيقا الدولي في العاصمة الليبية طرابلس بسبب القصف الأخير بالقرب من المطار، وقالت الخطوط الجوية الليبية أنه سيتم تحويل الرحلات من العاصمة الليبية إلى مصراتة والتي تقع على بعد 300 كيلومتر إلى شرق طرابلس. تم قفل مطار معيتيقا يوم الجمعة تقريبا 31/8 نظرا للظروف الأمنية، وتم توجيه الرحلات إلى مطار مصراتة، والمطار زي ما شفتوه هون صورتوه طبعا مطار سليم جدا الحمد لله، وهو جاهز للعمل في أي لحظة. ويعد مطار معيتيقا هو المطار الوحيد الذي يعمل في العاصمة بعد حرق مطار طرابلس الدولي في اشتباكات عام 2014. إن شاء الله في أقرب وقت حتعود الحركة، وجميع الأجهزة الأمنية والمدنية وجميع المعابرين في مطار معيتيقا على استعداد في أي لحظة نفتح المطار وجاهزين في أي وقت. كان قتال قد اندلع الأسبوع الماضي عندما هاجم اللواء السابع الميليشيا التي تنحدر من بلدة ترهونة، وهي بلدة تبعد حوالي 60 كيلومترا إلى جنوب طرابلس. وانتشرت الميليشيات التي تدعم حكومة طرابلس للدفاع عن المدينة. واعتبر محللون أن إعلان الأمم المتحدة عن وقف إطلاق نار هش قرب العاصمة الليبية لا يحل مشكلة التوتر بين المجموعات المسلحة في غياب حل دائم للفوضى في هذا البلد المتروك لمصيره. وعودة مرة أخرى إلى الجامعة العربية، حيث بدأت اليوم بمقر الجامعة العربية أعمال الدورة 102 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري برئاسة العراق. معنا عبر الهاتف من الجامعة العربية مراسل النيل رمضان المطعني. رمضان، كيف تتابع مجريات الاجتماع حتى الآن على المستوى الوزاري؟ بدأت هذه الجلسة الدورة 102 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة العراق، بدأت بكلمة
المندوب العراقي ووزير التجارة والصناعة بالعراق الذي طالب في أولى كلمته باستغلال يعني خروج الجماعات الإرهابية من العراق وتوجيه الحكومات العربية كل الدعم الاقتصادي والاستثمار في العراق لما تتمتع العراق من يعني مجال مناخ استثماري عالي وآلية استثمارية تتيح لكافة الحكومات العربية بأن تعيد الإعمار للعراق. وبعدها مباشرة تم تسليم يعني رئاسة الدورة إلى العراق من السودان وهي صاحبة يعني الدورة السابقة والتي تحدث مندوبها عن أن يعني الإنجازات التي حدثت في الدورة السابقة. ثم جاءت كلمة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والذي يعني فسر العديد من النقاط التي تحتاج إليها الشعوب العربية وأن المواطن العربي أصبح لديه وعي كامل بحقوقه التي من بينها الصحة والتعليم وطلب الحكومات العربية بضرورة التركيز على هاتين يعني الصحة والتعليم وطلب أيضا يعني بمشكلة اللاجئين الخاصة بفلسطين ومشكلة غوث اللاجئين الفلسطينيين وأكثر من 700 ألف يعني طالب فلسطيني يحتاج إلى دعم خاصة في مجال التعليم لأن هذه يعني أن هؤلاء الطلاب من خلال تدهور الحالة التعليمية سوف يكونون شوكة في ظهر الأمة العربية. ثم يعني جاءت الجلسة المغلقة الآن ومن ثم بعدها سيعقبها مؤتمر صحفي للتوضيح وما توصل إليه في هذه الدورة. نعم. شكرا لك رمضان المطعني من مقر الجامعة العربية. دعا ممثل الأمم المتحدة في العراق إلى تهدئة الأوضاع في البصرة وذلك غداة احتجاجات بالمدينة أسفرت عن مقتل متظاهر وإصابة 5 آخرين. تزامنا أعلن مسؤولون محليون في ميناء أم قصر أن المحتجين يواصلون إغلاق مدخل الميناء الواقع قرب البصرة. غداة يوم من الاحتجاجات الأكثر دموية في العراق اقتحم متظاهرون ميناء أم قصر العراقية وأغلقوا بعض مداخله للمطالبة بتحسين الخدمات ما زاد المخاطر في واحدة من أسوأ الاضطرابات التي تشهدها المدن الجنوبية منذ شهور. المتظاهرون العراقيون أضرموا أيضا نارا في مبنى الحكومة الرئيسية في مدينة البصرة النفطية ثاني كبرى مدن العراق وقطع المتظاهرون الطريق السريع من البصرة إلى بغداد. أنا مواطن طالع على الماء طالع على الكهرباء أنت ليش تحتقني يا أخي غير أنا من البصرة جاء طالب حقك وجاء طالب حقي أنت جندي مين خدت تسمع المرجعية بعد ماكو ثقة بأحد لا بمرجعية لا بحزب لا بكلهم. ومن شأن أي تعطل محتمل للإنتاج النفطي أن يؤثر بشدة على اقتصاد العراق الضعيف بينما تواجه الدولة العضو في منظمة أوبك مهمة إعادة الإعمار الشاقة بعد حرب مع تنظيم داعش الإرهابية كلفتها عشرات المليارات من الدولارات. وزاد الغضب الشعبي في وقت يواجه فيه أساسة صعوبة في تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات برلمانية غير حاسمة في مايو الماضي بينما حل تكتل الصدر في المركز الأول في الانتخابات التي شابتها مزاعم فساد أدت إلى إعادة فرز الأصوات. ومعنا عبر الهاتف من بغداد الدكتور فاضل البدراني الإعلامي العراقي. دكتور فاضل كيف تتابع تطورات الوضع في البصرة خاصة وأن المحتجين يواصلون إغلاق مدخل الميناء الواقع قرب البصرة؟ واضح أن هذه هي التطورات الجديدة والمهمة والتي سوف تخفى على العراق موضوع الشريان الحيوي الاقتصادي للدولة لأنه البصرة هي عاصمة العراق الاقتصادية وتقريبا ما نسبة يعني ما يفوق 90% من واردات الموازنة العراقية تعتمد على نفط البصرة وبالتالي ميناء هذا الميناء الذي اليوم يعني تم إغلاقه ومقصر تم إغلاقه هذا يشكل يعني تحدي كبير أمام الدولة وشل حركة الدولة العراقية. صحيح يعني بغداد عاصمة سياسية ولكن الاقتصاد اليوم هو الذي يحرك السياسة والأمن وكل مجالات الحياة
وبالتالي يعني بالرغم من المبادرات التي طرحت في الأيام الماضية ولقاء رئيس الوزراء مع نواب ومجلس محافظة البصرة وتقدم ببعض المبادرات يعني لحل أزمة البصرة في موضوع الملوحة وفي موضوع توفير الماء الصافي، وكذلك يعني حتى تخصيص يعني موازنة للبصرة لإعادة وضعها الطبيعي. لكن على ما يبدو أنه هنالك تطور خطير وهنالك فجوة أصبحت وانعدام الثقة من قبل المتظاهرين بالحكومة سواء الحكومة المركزية ببغداد أو المحلية في البصرة. نعم. هذا الأمر يعني لم يعد ينسحب، واضح أن هنالك رسالة لسكان البصرة متظاهريها بأنه عندما أقطع الاقتصاد عن العراق بشكل كامل ستلجأ، سيكون هنالك خيار للحكومة للتفكير بحلول ومعالجات وضع البصرة من التلوث من الملوحات ضمن الأولويات. نعم، أشكرك. نعم. دكتور فاضل البدراني الإعلامي العراقي. قال قائد الجيش الفرنسي إن قواته على استعداد لتنفيذ ضربات على أهداف سورية في حال استخدام أسلحة كيماوية في عملية عسكرية مرتقبة للجيش السوري لاستعادة السيطرة على محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة، مشيرا إلى أن روسيا تريد الانتهاء من العملية العسكرية في إدلب بنهاية العام الجاري. من جهتها أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ضرورة تفادي وقوع كارثة إنسانية في محافظة إدلب. مع تواصل تعزيزات الجيش السوري بمحيط محافظة إدلب استعدادا لشن عملية عسكرية محتملة لتحريرها من سيطرة المسلحين، فالرميات المدنيين من جنوب شرق إدلب بحثا عن ملاذ آمن في الشمال باتجاه ريف حلب الغربي وعفرين. الحملة المرتقبة تزيد المخاوف من وقوع كارثة إنسانية على نطاق واسع في آخر معقل للفصائل المسلحة في سوريا، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن شن هجوم واسع النطاق على المحافظة سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة. السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي حذرت بدورها دمشق من مغبة استخدام السلاح الكيميائي لاستعادة السيطرة على إدلب بعد أن توعد الرئيس دونالد ترامب بالرد بشكل عاجل حال استخدام السلاح الكيميائي في إدلب. ومن جهته صرح وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أن البنتاغون لا يملك أي أدلة تشير إلى أن فصائل المعارضة في إدلب يمكن أن تلجأ إلى استخدام أسلحة كيميائية، وذلك على خلاف ما أعلنته موسكو في وقت سابق. وكانت الأمم المتحدة قد عبرت عن خشيتها من عمليات نزوح جماعي حال الهجوم على إدلب التي تضم نحو 3 ملايين شخص من بينهم عشرات الآلاف من مقاتلي المعارضة ممن تم إجلاؤهم مع مدنيين على مراحل من مناطق مختلفة بسوريا قبل إعادة سيطرة قوات الجيش السوري عليها. تفقد قائد العام للقوات البحرية الروسية الأدميرال فلاديمير كورليوف التدريبات المشتركة للبحرية الروسية والطيران البحري والقوات الجوية في البحر المتوسط، وأوضح أن التدريبات تهدف للتدريب على طرق جديدة للتعاون بين القوات في البحر، حيث تضم التدريبات 26 سفينة حربية بينها غواصتين بالإضافة إلى 34 طائرة. كانت القوات البحرية والجوية الروسية قد بدأت تدريبات عسكرية في البحر المتوسط أول سبتمبر على أن يستمر التدريب حتى 8 سبتمبر. اعترضت القوات الجوية السعودية ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي الانقلابية من محافظة صعدة على مدينة نجران جنوب المملكة، مما أدى إلى إصابة 37 مواطنا بشظايا فضلا عن تضرر 19 سيارة و15 منزلا. بهذا يرتفع عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية إلى 149 صاروخا تسببت في استشهاد 112 مدنيا من المواطنين والمقيمين وإصابة المئات، وذلك حسب ما أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي.
أعلن المكتب الإعلامي للمبعوث الدولي لليمن مارتن جريفيث تأجيل المحادثات بين أطراف الأزمة اليمنية التي كان من المزمع عقدها بمقر الأمم المتحدة بجنيف لكون اليوم عطلة رسمية في جنيف، مضيفا أن ذلك لا يمنع من إجراء المحادثات واللقاءات في مقر إقامة الوفدين كل على حدة. كان جريفيث قد صرح في وقت سابق أن المشاورات تهدف لإعادة تنشيط عملية السلام وتمهيد السبيل لاحقا للمفاوضات الرسمية، وأضاف جريفيث أنه يريد من خلال تلك المشاورات الوقوف على معايير الثقة التي سيتفق عليها الطرفان من أجل لم شمل الأسر اليمنية. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضغوط الكبيرة التي تمارسها إدارته على إيران دفع طهران للانسحاب من عدة مناطق في سوريا واليمن، وقال ترامب إن إيران تكافح الآن من أجل البقاء، وأضاف إلى أنه قبل توليه رئاسة الولايات المتحدة كان من المتوقع سيطرة إيران على الشرق الأوسط، إلا أنه أصبح مختلفا بعد على رئاسته على حد قوله. أعلنت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أن إيران ستبدأ في إنتاج اليورانيوم المخصب بمستويات أعلى من تلك التي كانت تنتهجها في السابق، حال لم ينقذ الاتحاد الأوروبي وروسيا الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة. ويهدف الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 بين إيران من جهة والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى إلى ضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني من خلال فرض رقابة صارمة عليه مقابل رفع تدريجي للعقوبات. عقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس جلسة مباحثات مع نظرائهم في الهند سوشما سافاراج ونيرميلا سيتهارمان في العاصمة الهندية نيودلهي. تأتي المباحثات في إطار حشد حلفاء للولايات المتحدة ضد إيران لضمان تنفيذ العقوبات التي فرضتها عليها. وكانت الهند قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تتوقف عن استيراد النفط من طهران، لكنها ستقوم بتعديل استراتيجيتها بشأن استهلاكه. أعلن وزير الأمن البريطاني بن والاس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحمل المسؤولية في النهاية حول الهجوم بغاز الأعصاب نوفيتشوك على عميل استخبارات روسي سابق وابنته في إنجلترا في مارس الماضي. وصرح والاس أن بوتين مسؤول بصفته رئيسا لروسيا الاتحادية، وبكون حكومته تسيطر على الانتخابات العسكرية وتمولها وتوجهها من خلال وزارة الدفاع، كانت بريطانيا اتهمت روسيا بالوقوف وراء الهجوم، ما أثار تنديدا ونفيا شديدا من قبل موسكو. وطلبت بريطانيا أمس الأربعاء اجتماعا طارئا لمجلس الأمن قد يعقد اليوم الخميس لإطلاع أعضائه على تطورات قضية تسميم سيرجي سكريبال وابنته يوليا. قتل 7 أشخاص فيما لا يزال حوالي 40 آخرين في عداد المفقودين جراء زلزال قوي بلغت شدته 6.7 درجات ضرب جزيرة هوكايدو الواقعة في شمال اليابان. من جانبه قال رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي خلال مؤتمر صحفي إن حكومته أنشأت مركز قيادة لتنسيق جهود الإنقاذ والإغاثة، مؤكدا أن الأولوية القصوى لحكومته هي إنقاذ الأرواح. عشرات القتلى والمفقودين جراء زلزال قوي بلغت شدته 6.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جزيرة هوكايدو اليابانية، وأدى إلى حدوث انهيارات أرضية ووقوع خسائر مادية فادحة. ووفقا للبيانات الصادرة عن الوكالة اليابانية للأرصاد الجوية، وقع الزلزال عند حوالي الساعة 3:30 من صباح الخميس بالتوقيت المحلي على عمق 40 كيلومترا تحت سطح الأرض، ويبعد مركزه 27 كيلومترا شرق مدينة توماكوماي بولاية هوكايدو. كما تسبب الزلزال في وقوع هزتين أرضيتين بلغت شدتهما 4.9 و4.7 درجة. وخلافا للخسائر البشرية، فقد أسفر زلزال هوكايدو العنيف عن تدمير أعداد كبيرة من المنازل وانقطاع للتيار الكهربائي بالولاية، كما أغلقت شركات الطيران جميع الرحلات في مطار يوشيتس بولاية هوكايدو، كما توقفت حركة القطارات والحافلات بالإضافة إلى إغلاق العديد من الطرق الرئيسية والمدارس.
في الوقت ذاته طالبت السلطات في جزيرة هوكايدو السكان بتوخي الحذر من احتمال وقوع مزيد من الكوارث، فيما تم إرسال 4900 من أفراد قوات الدفاع الذاتية من أجل المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ، إلا أنه سيتم زيادة عدد هذه القوات إلى 25000 فرد. من جانبه قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال مؤتمر صحفي إن حكومته أنشأت مركز قيادة لتنسيق جهود الإنقاذ والإغاثة، مؤكدا أن الأولوية القصوى لحكومته هي إنقاذ الأرواح. يذكر أن اليابان تقع على حزام النار في المحيط الهادئ، حيث يسجل العدد الأكبر من الزلازل والانفجارات البركانية، وتضرب اليابان سنويا أكثر من 20% من أقوى الزلازل في العالم. نشرتنا متواصلة معكم، وفيها بعد الفاصل سول تعلن عن قمة ثالثة بين الكوريتين قريبا، وكيم يجدد التزامه بنزع الأسلحة النووية بشبه الجزيرة. الوزراء يتابع دور المستشفيات الجامعية في إنهاء قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية. خلال جلسة لمجلس الأمن، فرنسا تدعو لإجراء انتخابات في ليبيا ديسمبر المقبل لإخراج البلاد من الوضع الراهن. محتجون عراقيون يواصلون إغلاق ميناء أم قصر للبضائع قرب البصرة غداة مظاهرات خلفت قتيلا وخمسة جرحى. وهذه وقفة مع أخبار الاقتصاد في بانوراما النيل مع الزميل حسام عاطف بعد الفاصل. شكرا للزميلة منى الشايب، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى باقتنا الاقتصادية. أهم ما فيها، وزارة المالية تقرر صرف مرتبات العاملين بالدولة في 20 سبتمبر الجاري. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة المالية صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بما فيها المحول على البنوك الخاصة يوم 20 سبتمبر الجاري قبل بدء العام الدراسي الجديد. وأشار بيان للوزارة إلى أنه تيسيرا على الوحدات الحسابية للجهاز الإداري بالدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وحفاظا على التدفقات النقدية للدولة، فقد تقرر زيادة عدد أيام صرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضاه العاملون بداية من اليوم 24 وحتى 28 من كل شهر بدءا من شهر أكتوبر المقبل. وأضاف البيان أنه يتم صرف متأخرات رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب بداية من 8 وحتى اليوم 10 من كل شهر. إلى قطاع البترول، حيث أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهمية الإسراع في مد شبكات الغاز الطبيعي إلى المنازل. جاء ذلك خلال جولة ميدانية للوزير اليوم في محافظة القليوبية لمتابعة سير العمل في تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمنطقة شبرا الخيمة. وقال الملا إنه تيسيرا على المواطنين وإعطاء دفعات للتوسع والإسراع في توصيل الغاز للمنازل بمختلف محافظات مصر، قد تم مؤخرا اتخاذ قرار بتقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بدون سداد أي مقدم تعاقد بقسط شهري 30 جنيها على فترة 6 سنوات بدون فوائد، ويتم تحصيله على فاتورة الاستهلاك الشهري للغاز.
أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن إجمالي الاستثمارات للمناطق الحرة التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بلغت 26 مليار دولار حتى نهاية يوليو الماضي. وقالت الوزيرة أن عدد المشروعات العاملة بالمناطق الحالية وصل إلى 1093 مشروعا، منهم 889 مشروعا في المناطق الحرة العامة و204 مشاريع بالمناطق الحرة الخاصة. وساهمت هذه المشروعات في توفير 192,500 فرصة عمل، كما بلغت الصادرات السلعية نحو 4.9 مليارات دولارات، وتجاوزت الصادرات الخدمية 4 مليارات دولار. أعلنت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري استمرار فتح باب الحجز لوحدات الإسكان الاجتماعي الحر. وقالت عبد الحميد أنه تم حتى الآن بيع 4850 كراسة شروط من خلال مكاتب البريد المميكنة، بجانب قيام 824 مواطنا بسداد مقدمات الحجز لوحدات سكنية ب17 مدينة من إجمالي 20 مدينة تم طرح الوحدات بها. وتم حجز جميع الوحدات المطروحة بمدينة القاهرة الجديدة والبالغ عددها 168 وحدة. وأشارت عبد الحميد إلى أن الوحدات المتاحة والتي سبق طرحها 18,590 وحدة إسكان اجتماعي حر بمراحل الانتهاء من التنفيذ بالمحافظات والمدن الجديدة. أعلنت وزارة النقل تأسيس الشركة مساهمة مصرية بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري، تقوم بمباشرة أعمال تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات متعددة الأغراض لتداول الحاويات والبضائع العامة. وقال دكتور هشام عرفات وزير النقل إنه تم الاستقرار على اسم الشركة ليكون المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ويكون مقرها بميناء الإسكندرية. أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد أن الاستثمارات الكلية الموجهة لقطاع النقل في خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى في عامها الأول 2018-2019 بلغت نحو 77 مليار جنيه، مقارنة بنحو 65.7 مليارا كاستثمارات كلية للعام المالي المنتهي 2017-18. وأشارت السعيد إلى توجيه استثمارات القطاع لتطوير شبكة السكك الحديدية وتوسعة شبكة مترو الأنفاق وشبكة الطرق القومية، فضلا عن تطوير قطاع النقل البحري والبري والنهري أيضا. إلى البورصة المصرية التي صعدت مؤشراتها الرئيسية قبيل منتصف التعاملات اليوم بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب، بينما مالت تعاملات الأجانب للبيع مع استمرار توتر الأوضاع في الأسواق الناشئة. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو المليار جنيه من قيمته ليصل إلى 873 مليارا. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي AGX 30 بنسبة 0.7%، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة AGX 70 بنسبة 0.2%، وارتفع مؤشر AGX 100 الأوسع نطاقا بنحو 0.3%، وذلك حتى منتصف التعاملات. شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا نسبيا خلال تعاملات اليوم الخميس في عدد من البنوك العاملة في مصر، وبلغ متوسط سعر صرف الدولار 17 جنيها 80 قرشا. وطبقا لآخر تحديث استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري ليبلغ 17 جنيها 78 قرشا للشراء 88 قرشا للبيع. وفي بنكي القاهرة والعربي الإفريقي الدولي استقر سعر صرف الدولار عند 17 جنيها 85 قرشا للشراء و17 جنيها 95 قرشا للبيع. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ليست جاهزة بعد للوصول إلى اتفاقية بشأن النزاعات التجارية مع الصين، لكنه أضاف أن المحادثات ستستمر. وتطالب واشنطن تطالب بكين بتحسين فتح أسواقها وحماية حقوق الملكية الفكرية للشركات الأمريكية، بالإضافة إلى وقف الدعم الصناعي وتخفيض فائض تجاري مع الولايات المتحدة يبلغ 375 مليار دولار. وفرض أكبر اقتصادين في العالم رسوما جمركية على سلع بقيمة 50 مليار دولار من الطرف الآخر في حرب تجارية متبادلة. ويدرس ترامب فرض رسوم على واردات صينية إضافية بقيمة 200 مليار دولار.
أما في الصين فقد سجلت تجارة الخدمات هناك رقما قياسيا جديدا في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري لتصل إلى نحو 436 مليار دولار بارتفاع نسبته 9.9% على أساس سنوي. وأوضحت وزارة التجارة أن تجارة الخدمات احتلت 5.1% من إجمالي التجارة الخارجية الصينية في الشهور السبعة الأولى بزيادة بلغت 0.1 نقطة مئوية على أساس سنوي. ويشير مصطلح تجارة الخدمات إلى بيع وتسليم منتجات غير ملموسة مثل النقل والسياحة والاتصالات والبناء والإعلان والحوسبة والمحاسبة. ومشاهدينا الكرام، بهذا الخبر انتهت وقفتنا الاقتصادية في بانوراما الثانية عشر، ودعونا نعود إلى الزميلة منى الشايب لمجموعة جديدة من أخبارنا السياسية، ولكن بعد الفاصل. أعلن مستشار الأمن القومي للمكتب الرئاسي الكوري الجنوبي تشونغ يوي يونغ اليوم أن الرئيس مون جي ين سيتوجه إلى بيونغ يانغ في الفترة ما بين 18 وحتى 20 من سبتمبر الجاري لعقد قمة مع زعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون. وأوضح تشونغ في مؤتمر صحفي أن الكوريتين اتفقتا أيضا على إجراء مفاوضات رفيعة المستوى مطلع الأسبوع المقبل للتجهيز للقمة. ومن المقرر أن تبحث القمة المقبلة تنفيذ إعلان بان مونغوم الذي اتفقت عليه الكوريتان في قمتهما الأولى في أبريل الماضي، كما ستناقش سبل إحلال السلام الدائم ونزع السلاح النووي بشبه الجزيرة الكورية. ابتكر طالبان مصريان عصا مطورة لمكفوف البصر مزودة بأحدث البرمجيات، وتتيح العصا المطورة والمزودة بنظام تحديد المواقع العالمي ومستشعرات أخرى لمستخدمها فرصة للتنقل باستقلالية وأمان أكثر. من يعانون من إعاقات بصرية في مصر قد يجدون بعض السهولة في تحركاتهم بالشوارع بعد الآن، وذلك بفضل عصا طورها طالبان بأحد الأكاديميات الدولية لعلوم الحاسب الآلية. والعصا المطورة تشبه من حيث الحجم والشكل العصا التقليدية التي يمسكها مكفوف البصر، وتختلف عنها فقط في أنها مبرمجة بتطبيقات تعزز التجربة الشاملة لمستخدمها. وتتيح العصا المطورة والمزودة بنظام تحديد المواقع العالمي GPS ومستشعرات أخرى لمستخدمها فرصة للتنقل باستقلالية وأمان أكثر. الجي بي اس دوت يخليه يعرف مثلا المسؤول عن الكفيف دوت يقدر ان هو يتابعه عن طريق الابلكيشن، وغير كده برضه هو يقدر يتصل مع مسؤول الكفيف بزراير طبعا موجودة هنا، ويقدر هنا برضه أي اتصال يجيله يرد أو يقفل. والمستشعرات متصلة بسماعة رأس تعمل كدليل للمستخدم للتنبيه بوجود عوائق أثناء المشي، وفي حالة ظهور عائق تقوم المستشعرات بالإبلاغ عن رسالة مفصلة بشأن هذا العائق وفي ذات اللحظة. عشان العصاية مميزة عن أي عصاية تانية غيرها، فيها مزايا كتير من ضمنها الجي بي اس، السنسورز المتحركة في حوالي 180 درجة، الكول ان هو ممكن يقدر يتواصل مع المسؤول عنه، ممكن يبعت له مسج باللوكيشن بتاعه فيقدر يوصل له بسهوله ايا كان. فكل ده كانت مزايا يعني اهلت العصاية ان هي تكون مفيش حاجه زيها. ومن خلال نظام التتبع في العصا يستطيع المستخدم الاتصال بعائلته لتعريفهم بموقعه، كما يمكنه الاتصال بالمسؤول عنه. بانوراما النيل ما زالت مستمرة معكم، ونتابع فيها بعد الفاصل شفشاون المدينة الزرقاء بالمغرب، أحد أهم عناصر جذب السائحين من مختلف أنحاء العالم.
مدينة شفشاون على قمة جبال الريف في المغرب، حيث تتألف من منازل مطلية بدرجات مختلفة من اللون الأزرق وتعرف باسم المدينة الزرقاء. الإقليم الذي تقع فيه شفشاون يضم 8 مناطق سياحية كبرى، حيث تمثل السياحة في المغرب 11% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. على قمة جبل الريف في المغرب تقع شفشنون، وهي مدينة صغيرة تتألف من منازل مطلية بدرجات مختلفة من اللون الأزرق وتعرف باسم المدينة الزرقاء، وتأسست في عام 1471. عدد سكان المدينة يبلغ نحو 46,000 نسمة، يعمل معظمهم في صناعات النقش على الجلد والخشب لكسب رزقهم. شبكة من الأزقة المرصوفة بالحجارة تربط البيوت مع الورش والمتاجر المحلية الصغيرة التي تزدهر منذ سنوات بفضل إيرادات السياحة. سيطرة اللون الأزرق على مباني المدينة ترجع إلى بدايتها الأولى للتعبير عن السلام والصفاء. سكان شفشانون يعتمدون منذ عقود على السياحة ومبيعات منتجاتهم المحلية في دعم اقتصاد البلاد. المدينة تعتمد على الصناعة التقليدية وعلى السياحة. الصناعة التقليدية فيها الخشب، يعني خشب طبيعي وخشب مزوق والصوف والجلد. اقتصادها يأتي من السياحة، سياحها من كل بلد، يعني من الخارج ومن الداخل. And it's really amazing. It's beautiful. المدينة مبهرة جدا. أنا على يقين من أن الجميع شاهدوا الصور على الإنترنت، لكن الواقع أجمل كثيرا من الصور. الصور في حد ذاتها جميلة، لكن أنتظر حتى تأتي إلى هنا بنفسك. إنها المدينة فائقة الجمال. الناس هنا في غاية اللطف. أشعر بأنني محظوظة جدا لأنني سأقيم هنا لبضعة ليال مقبلة. الإقليم الذي تقع فيه شفشانون يضم 8 مناطق سياحية كبرى، من بينها مدينة تطوان التي تقع على ساحل البحر المتوسط، حيث تمثل السياحة في المغرب 11% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب. ختاما هذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يتابع دور المستشفيات الجامعية في إنهاء قوائم انتظار المرضى العمليات الجراحية. خلال جلسة لمجلس الأمن، فرنسا تدعو لإجراء انتخابات في ليبيا ديسمبر المقبل لإخراج البلاد من الوضع الراهن. محتجون عراقيون يواصلون إغلاق ميناء أم قصر للبضائع قرب البصرة غداة مظاهرات خلفت قتيل وخمسة جرحى. والتفاصيل على موقعنا nile.eg. إلى اللقاء.